السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الحاج محمد غازي أبو صوفة، رئيس للجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمؤسسة الاجتماعية الأحداث وأسرهم الخيرية. الحاج محمد غازي أبو صوفة، منرحب فيك ببرنامجنا الوطني بداية، ومنحكي لك مساء الخير ومنحييك لوجودك معنا عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. نعم، الحاج محمد غازي ابو صوفة، انت اشهر من ان تعرف كرئيس لهذه الجمعيه الوطنيه. حابين نعرف الساده المشاهدين بدايه من هو سعاده الحاج محمد غازي ابو صوفة، تفضل. الحمد لله، بفضل الله عز وجل تم تاسيس هذه الجمعيه سنه 2005. نعم، والحمد لله نعمل بجهود جباره وكثيفه وحثيثه. نعم، في سبيل اصلاح النزلاء اللي بيدخلوا مراكز الاصلاح والتاهيل. نعم، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، نتعاون معهم بمجالات كثيرة. نعم، منها الأنشطة الثقافية والدينية والتعليمية. نعم، والرياضية. وكمان نعمل مع مديرية الأمن العام على تدريب إخواننا النزلاء مهن معينة. نعم، مثل الميكانيك والتجارة ودهان السيارات. نعم، والإحدادة والنجارة. نعم، وحرف أخرى كثيرة. نعم، كذلك يعني الجمعية كمان تحرص على أنه التعاون يتطور وينمو، فكان عندنا طرح مبادرات أخرى بحيث أنه نستطيع نشكل نواة حقيقية بين التعاون بين مديرية الأمن العام والجمعية اللي احنا بنتعاون معهم على هذا النطاق. نعم، في بينه وبين الأمن العام مذكرة تفاهم بحيث نطور العمل للأفضل الأفضل والأحسن. نعم، فكان من مقترحنا إنشاء مناطق تنموية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. نعم، بحيث أنه يصير في نوع من الشراكة القوية بين القطاع العام والخاص، والقطاع العام والقطاع الخاص، حتى النزلة لهم مشاركة، هي الأيدي العاملة الفاعلة. نعم، فهي بتتقسم على ثلاث مراحل، هم الأمن العام بيقدم البنية التحتية ونحن نقدم المال، والنزلاء بيقدموا الجهد. نعم، وهذه الجهود الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل يجب أنه الطاقات الموجودة في مراكز الإصلاح والتأهيل هؤلاء النزلاء نحاول ننشطهم وننمي قدراتهم التنموية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. نعم، بحيث عندما يخرج النزيل من المركز يجد مهنة خارج المركز. نعم، وهذه المشاريع التنموية يعني يجب أنه يكون في لها قوانين وأنظمة وتعليمات. نعم، فإحنا الآن بصدد يعني نعمل بجهود جبارة حتى نستطيع الأخوان النزلاء يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. نعم، فمن هاي النشاطات اللي إحنا بنحكي فيها مثلا أنه بعد اللي يصير في هاي المشاريع. نعم، في عنا نزلاء كثيرين إذا عدلت القوانين والأنظمة والتعليمات. نعم، بيستطيعوا هؤلاء النزال يخرجوا من المراكز الإصلاح والتأهيل في الصباح، يعودوا في المساء. نعم، يعملوا في مصانع أو في مؤسسات أسوة بالدول المجاورة. نعم، لأنه النزيل يجب أن يستغل طاقاته ونستفيد منه ويدعم أهله وما يكون يعتاز أحد. أكيد أكيد، يعني نقولكم الله يجزيكم الخير الحج سيد الحج محمد غازي أبو صوفة لهذه النشاطات في هذه الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز التأهيل والمؤسسات الاجتماعية. نتحدث الآن عن مبادرة الغارمين، شو المقصود فيها؟ مبادرة الغارمين اللي هي المدينين، وخاصة الناس اللي بتتعرض لمسائل مالية، خاصة بيقدرش يدفع إيجار دار أو وبنسجن، أو بيكون عنده كمبيال ماخذ قرض وما قدرش بنسجن. الناس يعني بتكون قضاياهم مالية فقط وما تكون تتجاوز الألف دينار. نعم، يعني هذول الناس يعني بيكونوا ماخذين شغل يعني أدوات أو أثاث أو شيء ما استطاعوش يسددوا، يعني مثل قروض مثل أو قروض. نعم، بس ما تتجاوز الألف دينار. إحنا نعم، برضو يعني منتعاون معهم ومنسدد عنهم هذا المبلغ بحيث يعودوا إلى أهلهم. نعم، جميل جميل. هل لكم نشاطات أخرى؟ فهذه مبادرة الغارمين بدي لطفا يعني هذه المبادرة هاي هي من موارد الزكاة الثمانية، من الغارمين الزكاة الثمانية. نعم، يعني يجوز دفع الزكاة للغارمين هؤلاء بحيث أنه تتسجل مال الزكاة،
وهذا الحكي نص في القرآن الكريم. أكيد أكيد أكيد. الله يجزيكم الخير سعادة الحاج محمد غازي أبو صوفة. هل لكم نشاطات أخرى سعادة السيد الحاج محمد غازي؟ لكم نشاطات أخرى أيضا للإصلاح والتأهيل؟ إحنا برضو كمان يعني نشاطاتنا داخل مراكز الإصلاح كثيرة جدا يعني. أبرز هذه النشاطات الأنشطة الرياضية ونعمل مباريات داخل مراكز الإصلاح الثقافية من أعملهم بالأدوات الرياضية من الملاعب، نحاول برضو نحسن وضعها. برضو احنا بنشتهد على مع وزارة التنمية ووزارة الثقافة بيقدموا مسرحيات، برضو احنا بنشتغل مسرحيات بحيث ننمو قدراتهم. في قدرات كثير داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بالفن والإخراج والطرب والإبداع. كذلك في الدين برضو في حفظة القرآن. في ناس مبدعين برضو احنا بنشطهم بنحفزهم. برضو في مراكز الإصلاح والتأهيل مدارس ابتدائي اعدادي ثانوي، في برضو محو أمية، برضو احنا بنشجع النشاطات هاي وندعمها. أكيد أكيد. كذلك النساء برضو من أمنهم احتياجاتهم اللي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. بالأعياد برضو بيشاركونا، وخاصة عيد الأم بيكون فينا نشاط قوي جدا، بنقدم هدايا لأبناء النزيلات. وطبعا كمان احنا كمان أخواتنا وأخواننا اللي بنقطع فيهم السبل بيكون محجوز في مركز الإصلاح والتأهيل على تذكرة، فإحنا برضو بنسفر اللي موجودين، كانت سريلانكية أو بنغالية أو إندونيسية أو الناس في كثير تنقطع فيهم السبل. أكيد. بكون الحاكم الإداري موقفهم على تذكرة الطائرة، فإحنا الحمد لله برضو هذا يعتبر ابن السبيل، برضو هذا من مال الزكاة يجوز برضو اللي أكيد نسفرهم. أكيد. جزاكم الله خيرا. يعني سعادة السيد الحاج محمد غازي أبو صوفة، يعني احنا بنشكر جهودكم البناءة، وان شاء الله للامام دائما وابدا، واكيد لكم طموحات دائما ورؤية مستقبلية. ما هي الطموحات سعادة الحاج محمد غازي ابو صوفة لهذه الجمعية؟ احنا سبق وخلال الحديث تكلمنا عن مشاريع تنموية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، انه هذه المشاريع انه تخرج الى حيز الواقع. وطرحنا فكرة اخرى كمان، من يحفظ القرآن الكريم يخفف عنه الحكم بحيث يكون تتخفف قدر الإمكان، أسوة بالدول المجاورة اللي هي حوالينا. كذلك نطمح أنه الأنظمة والقوانين تتعدل بطريقة أسرع من هيك، بحيث أنه النزيل يستطيع أنه يعمل ويستغل طاقته، خاصة الإخواننا النزلاء اللي عندهم حكم أكثر من 7 سنوات 8 سنوات. فهو بيكون داخل السجن المنتج وخارج السجن المنتج. كذلك يعني بنحب نفعل موضوع الخلوة الشرعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. لأنه في لما أحد الناس زوجته بدها تنتظر 10 سنين أو 12 سنة بيكون مخلف ولد أو ولدين. أكيد. ففي عندهم حابين يكون عنده أكثر من ولد. يقول لك أنا ما بخرج السجن بيكون عندي ولاد كبار برضو. ففي يعني في ناس لها وجهات نظر مختلفة. أكيد أكيد. من ناس من إيجابي وناس سلبي. أكيد. فإحنا برضو وجهات نظرهم برضو هاي بنحاول يعني نركز عليها ونمررها لأخواننا في التنمية والعدل والأمن العام. يعني شو بتحب توجه رسالة شكر أكيد للجهات المعنية التي ذكرتها أكيد عبر هذه الشاشة؟ إحنا بصراحة يعني مديرية الأمن العام الحمد لله بفضل الله عز وجل تدعمنا دعم جيد الحمد لله. زائد التنمية برضو تدعم أسر النزلاء المحكومين برضو. تصرف لهم رواتب. إحنا كنا من خلال الكلام اللي كنا نحكي فيه إنه إذا صار نزيل يأخذ 300 أو 400 دينار داخل مركز إصلاح التأهيل بتخفف عن التنمية وبتدور عجل التنمية بزيادة. فإحنا بنتمنى إنه هذه القوانين تظهر إلى واقع العمل. كمان ناشد إخواننا المحسنين وأصحابين الشركات وأصحابين الزكاة إنه يدعموا هاي الجمعية، لأنه الحقيقة هاي الفئة مهمشة وإحنا جميعا في قارب واحد. أكيد. فلذلك إحنا ندعم موضوع النزلاء بشدة، لأنهم هؤلاء هم أهلنا وأخوتنا وأخواننا وبناتنا، يجب أن نحافظ عليهم. أكيد أكيد. وخاصة إحنا بنعيش في دولة الحمد لله الأمن والأمان اللي إحنا بنفتخر فيه في ظل قائد المسيرة الملك عبد الله. الله ورعاه. أكيد الله يخلينا إياه. لكن سيد الحاج محمد غازي أبو صوفة رئيس هذه الجمعية، شو بتحب أيضا توجه رسالة لجيل الشباب من فرسان وفرسات تغيير أكيد يتجهم نحو الطريق الصحيح؟ تفضل سيدي.
احنا اول شيء منحذر اخواننا النزلاء من ماده المخدرات الحقيقه، لانها بدات يعني صار في لها يعني صدى كبير في الاردن. نعم. والحمد لله المكافحه الان في الوقت الحاضر هي بتشتغل بشكل حثيث وبدات تحصر مشاكل المخدرات الحمد لله. والعون الساهر للامن العام والمكافحه هم يعملوا ليلا نهارا في معالجة هذه الفكرة. نعم. كذلك احنا من نوجه رسالة اخرى لاخواتنا النساء. نعم. انه يبعدوا عن القروض، يبعدوا عن الكفلات. نعم. يبتعدوا عنها كثير، لانه بصراحة هاي القرض سهل تاخذه لكن الدفع صعب. نعم. فهاي عمالها بتؤدي الى الواحد يفكر بيوم فقط للأسف. نعم. فلذلك في ناس كثير مطلوبين، اخواتنا النساء مطلوبين للقضايا، والان يعني بصراحه يعني للاسف. نعم. للاسف يعني، واحنا ما بنحب يتعرضوا لهي النقطه. نعم. انه يفوتوا السجن. نعم. اخواننا الشباب برضو يعني يجب انهم ينتبهوا ويبعدوا عن كل ما هو بضر المجتمع وخاصه الماده اللي حكينا عنها وهو محرم ايضا. نعم. نعم. نعم 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 اكيد بضم صوتي الى صوتك سعاده سيد الحاج محمد غازي ابو صوفه. قبل نهايه هذا البرنامج الوطني، كما ذكرت الحمد لله على نعمه الامن والامان، لو قدر لك سيد الحاج محمد غازي ابو صوفه ان تقابلت مع جلاله القائد الاعلى جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في ظل هذه القياده الحكيمه، في ظل هذه القياده الرشيده، ماذا ستقول له عبر منبر قناه جوسات الفضائيه الاردنيه؟ احنا بنتمنى لجلاله القائد التوفيق. نعم. الحمد لله هذا اللي نقدر نحكي، لانه هو يعمل ليلا نهارا على امن هذا البلد. اكيد. وحماة الوطن العين الساهرة الله يعطيهم العافيه، وكلنا جنود لهذا الوطن، وانت رجل من اعمدة هذا الوطن، شو بتحب توجه لهم رساله ايضا الله يعطيهم العافيه؟ احنا العيون الساهره والجيش والامن العام والاجهزه الامنيه احنا بنشكرهم اللي هم دائما بالمرصاد لكل من يتصدى لهذا البلد. سيد الحاج محمد غازي ابو صوفه، ايضا قبل نهايه هذا البرنامج ان شاء الله تكون سنه خير على الجميع بهذه السنه سنه 2017، شو بتحب توجه رساله للساده المشاهدين في هذه السنه الجديده؟ تفضل. نتمنى للجميع التوفيق. نعم. والرجوع والعوده الى الله عز وجل، ما إلنا عز ومعزه ومحبه ورحمه الا ان بنحب بعض. نعم. ونتواصل مع بعض، نتراحم مع بعض. اكيد. احنا هذا من العوده الى الله عز وجل، كل منا ينصح اولاده وبناته بتقوى الله عز وجل. نعم. ويحثهم على الدين وعلى الصلاه وعلى الاخلاق الحسنه اللي احنا تربينا عليها. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعاده الحاج محمد غازي ابو صوفه رئيس الجمعيه الوطنيه لرعايه نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل المؤسسات الاجتماعيه للاحداث واسرهم الخيريه. نتمنى لك التوفيق سعاده الحاج محمد غازي ابو صوفه، وشكرا لدعمك لبرنامجنا الوطني. الله يعطيك العافيه. حياك الله. يعطيك على ابوابه.